السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. أخوكم الشيخ الله يهديكم هالكلام. هذه القصيدة اللي كانوا طلبوها مني الجمهور نتاع واحد الشاعر رحمه الله الشيخ محمد السهول المعروف مداح محمد، القبيلة مهياوي من البلاد نتاع تيولي، وشاعر كبير هو اللي يعلم عبد الله المقانة رحمه الله اللي أعطيه 75 ديسك، وعلم الشيخ أحمد ليو البركاني أعطيه تهو القصائد والعلاوين ديال القصائد اللي أعطيهم. الفلاح تليتهم بثلاثة ليلة في الصداد، القصيدة نتاع المدينية، القصيدة نتاع الباسكليت، القصيدة نتاع الويزة، يعني للأخير قصيدة، قصيدة الكوليرا، يعني قصائد كبار. ولكن هذا السيد ما قارش. هذا مداح محمد رحمه الله علم 13 شيخ، منهم هذا العبد اللي راه يهضر معكم، انا هو التالي، وهذا من العائله نتاعنا، وهو اللي دخلني لهذا الميدان. اللي مشى لعند با قال له هذا الولد هذا يستحق شيخ. انا كنت نغني غير في العرس، ولكن عجبته بالكلام ونحفظ. قال له الوالد مشى عنده قال له هذا نديه يدير معايا الحلقه، هذا الولد فيه الخير. وفعلا بقيت مشيت معاه نحفظ الكلام بالعصا، الى خطيت شي حاجه يضربني المعقول مزيان. علاش الاستاذ هنا هاد الناس طلبوا القصيده نتاعو، القصيده ديال محمد السهول، قالوا له خصك ديرها لنا يعني في القناه، الناس المتبعين اللي في الخارج، ربما ولاده، ربما احبابه، ربما العائله نتاعو، ربما الاصدقاء ديالو. هنا هاد القصيده اللي قالها نعطيك الشرح ديالها علاش قالها. هذا كان يعني خدام هو واحد الشيوخ يديروا السواق، ملي يديروا السواق قالوا له غدا ان شاء الله نتلاقاو نمشيو للسوق، بالمعنى نقولوا توريرت ولا قرسيف ولا تاجره هذا ولا برقيم ولا ربنا يعلم. الصباح مشاو للسوق وخلاوه، ملي جا البلاصه لقى غير البلاصه، سول على الناس لقاهم مشاو للسوق. اخويا كيفاش هاد الناس داروا معايا الكلمة ولا خرجوا عليا الطريق؟ هنا بدا يقول، شتا يقول؟ اسمع مليح لها القصيدة، الشيخ ما يخرجش ويقول حتى تصرى بها المشكل عاد يقول. والكلام اللي كيقولوه راه فائدة، الكلام اللي كانوا يقولوه فائدة، واللي قالك اللي ما تدي منه فائدة ولا تاكل معاه في مائدة، رفاقتك معاه غير زائدة. واه يعني لما تاكلش معاه في الطابله وتدي منه معلومات الرفاقه ديالك مع غير زائده. هنا قال يقول رفاقه ديال الجيل ما تسواش، وصاحبهم يا ودي مغرور وما يحسن ما يقول علاش، وناوي لك للخدع تزور، وصحاب الصدق غيب وما كانش، وشوف اليوم قوى وناس الزور. الشيباني يا ودي غشاش وداير سبحان من الباكور، حتى الأعمى شاد القراس والزحف اليوم نقى الصور، شوفوا لطر الصفاق بالتحساس والزينون يشرح المذكور. هذه معنى يا جواد الناس، وعلى البرني اللي يحظى محقور، والمرا ولات كالتراس لبست جلابة وجابها دور. شوف لهذا الوقت اليوم راه مساس، والفلاح حضات بالتركتور، ويحرث بالنهار ما بغى الخماس، والماشينة مقابلة أجور، داير منها حصاد منها دراس، يجمع زرعه ما يمد عشور. تخوان ربيها غليظ الراس، وباش تواجب ليلة القبور، ما عرفت وين فريستك تنقاس، ولا لحمك ياكلوه الطيور. طريق السيرات كي لماس، رق من الشعرة وشوف الطول، وبعض يفوتو كيبرق الدماس، ورمشاتهم العين راه يقول، ومحمد جاب ذا المقياس، وابن السحول اليوم راه يقول أهلاهم هيا جواد الناس، ما قارش قرآن في الصدور. الله يرحم الشيخ محمد السهول ويرحم كاع الشعراء اللي خلاو هذا الكلام تاريخ. والشيخ علال أنا اللي بقيت يعني من الفنانة القدام، راني باقي هذا التاريخ راني نقوله، والناس كيطلبوني على القصائد،
يعني اللي كيدخل القناة كيطلبني على شي قصيدة ولا حكاية، خود شجعوني على هاد الكلام. تحياتي للمغاربة. دروك يا سادات يا كرام غادي نوليو للحكاية اللي كنا فيها الحلقة الرابعة. هنا راهم جايين كما قلنا يتمشاو بالنهار يظلوا راقدين وبالليل يباتوا يتمشاو حتى يخلطوا للمدينة نتاع الحبيب محمد رسول الله. لما خلطوا للمدينة شكون اللي صابوه؟ فايق. صابوا سيد الوجود سيدنا محمد وابو بكر الصديق والسيد عمر في الجامع. خياتنا راهم سيد بلال طلع للسمعة وراه يأذن على الصحابة باه يجيو يصليو الصبح. أرنا الجهل سمعوا قال لهم يا ويلكم شكون هو هذا اللي راه يزقي؟ قالوا له واش غادي نقولوا لك انت في الرغادي. قال لهم غادي نمشي نغزي على محمد. مشيت نغزي على محمد ايه؟ وقالوا له محمد راه فايق وراه يلغى على صحابه اللي غادي يصليو معاه اللي قلت محمد غادي يصيبو راقد. شتا كاين؟ قال هكذا. قال نعم. قال لهم سمعوا ايه 100 رجل غادي تشدوا له بالنبل والنساب وطيحوه، وإلا ما بغيتوش اللي غادي نخدموا مع العرب نخدمه معاكم. قالوا له صح. السيد بلال يا سادات يبان مسكين من الصدر الفوق يأذن بذاك الصوت الحنين اللي عطاه ربي. شدوا له بالنبل والنساب ما كانش واحد اللي منعه وما قدرش يكمل الأذان. طاح برد فيه الدم. شكون اللي انتبه له؟ انتبه له عريس القيامة الحبيب مولانا محمد رسول الله. قال له يا عمر. قال له لبيك يا حبيبي يا محمد. قال له بلال يبان اللي كان يأذن قطع الأذان شوفوا ماله. يا سادات يا كرام هو راه جاي اللي حتى يصيبو مسكين يتمرغ في الدم ديالو بحال الشنطة الضحية ديال العيد. هزوا وجابوا ما بين يديه وحطوا قدام الحبيب محمد رسول الله. سمع سيدنا محمد واسمه راه غادي يدير الحكايه ديالنا راها زايده قدام. وهذه الحلقه الرابعه وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. وماذا بكم تتبعوا هالكلام نتاع الدين؟ قوات الحروب وكثره الذنوب وعمرنا الجيوب غير بالكذوب. يا خوتي والله ما ولينا للحقيقه الحوايج ما راهي تبشر بالخير. الله يهدي موتى محمد لطريق الخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي للمغاربه والجزائريين الشعب الشعب. احنا خاوه خاوه ما بيناتناش العداوه.